واحد بعت لي رساله كان المختصر المفيد بتاعي، يعني بعد مقدمه انه هو متابعني وبيحبني و و و المختصر بتاع الرساله بيقول خدوا مني المستكل اللي باكل بيعيه، وقفني ظابط اسمه فلان الفلاني في المكان الفلاني جوا سوهاج وخد مني المستكل، وحاولت اتفاوض معاه باي شكل من الاشكال والمستكل ده بتاعي او ادفع غرامه وما رضيتش، علشان المستكل ما كانش عليها نمري. فانا عامل الفيديو دي علشان الناس اللي لسه ما اتمسكتش في قرار رئاسي، قرار جاي من النائب العام، المهم قرار جاي من فوق خالص، قرار جاي اكبر منه ومنه، انه اي مستكل او اي عربي او اي حاجه انت سايقي ماشي بيها من غير نمر هتتاخد منك وانت هتتحول محكمه جنائيه، ومش لا يعني ممكن تبقى حرض النمري مغير فيها حرف تانيهي، حرض عليها فم اسود عشان ما تتشافي، رقم واحد خليته ستي، رقم خمسه خليته ثمانيه، اي لعب جوا النمري انت بتتاخد خالص، او مقشري حقيقه كانه محكوكه منك من غير بدون اي اعذار، العربيه او المستكل بيتاخد وانت بتتحول محكمه جنائيه، محكمه جنائيه يعني ممكن تتحبس. من الاخر يعني انت ممكن تتحبس ليه؟ علشان في قضايا كتير قوي في البلد قيضت ضد مجهول علشان مرتكب الجريمي كان مستخدم عربي او موتوسيكل بدون لوحه، يعني انت تخيل مرتك او بنتك او اختك ماشيه في الشارع وجعيل بمستكل مثلا خطف منها الشنطه وطاح او اتحرش بيه او الشنطه دي فيها شقه عمره، ورحت انت رجعت الكمرات وحاولت تعمل محضر ولقيت المستكل ما لهوش لوحات خالص، انت راح حقك ضاع حقك. فاي لعب جوا النمري انا شلت الفميه، كنت عامل الفمين من قدام شلته ليه؟ الدنيا مقلوبه ولجن في كل مكان وقرار جاي من فوق، ده مدير اداره مرور سوهاج اللي هو تامر بالغربوي اليوم كله سايب المكتب والاستراحه والراحه والدني والتكييف وقاعد في الشارع بعربيته ري شغال يلف اليوم كله، والدنيا مقلوبه ولجن في كل المكان، ابعد عن النمري والعب براحتك، ابعد عن النمري، بطل لعب في النمري، مرخص مستقلك حط، ما مرخصوش روح رخصه، طالما انت حركتك جوا المحافظه جوا مديني، انت تسيبه من غير نمر لو انت جايبه في البلد، تروح بيه الزرعيات، تطحن بيه الطحاين، تغير بيه الانبوبه، تجيب بيه التومينات، لو بتستخدم بدل الحماره في البلد خليك من غير نمر عادي، كده كده الناس عارفاك من غير نمري، انت فلان ومستقلك معروف، حتى لو مستقلك مركون وحده والناس عارفه ده مستقل فلان، لكن انت بتتحرك جوا محافظه او جوا مركز خليه يرخص يا اصله، قال لك امشي عدل يحتار عدوك فيك، ليه تخلي الناس ترازيك انت؟ وحوار انه الرتب ومش الرتب، القرار ده نازل اصلا عشان الرتب، الناس اللي حاطه نمر سودي وهيئه قضائيه وهيئه دبلوماسيه واللوجو وبجات النيابه العامه والكلام ده كله بطل، قرار جاي من فوق خالص، الناس كلها ماشيه زي السهم، الدنيا مقلوبه، هتيجي انت تمشي من غير نمر، انا عامل الفيديو الباقي الناس، انت ربنا يعوض عليك طالما المستكل بتاعك، شوف محامي واساله ايه الاجراء القانوني، شوف هترخص وتاخده او تدفع غرامه او الله اعلم يعني اللي هيحصل، انا ما اعرفش في الموضوع دي، بس اكيد لها حل يعني، وان شاء الله ربنا يعوض عليك ويوسع عليك، انت شغال دليفري او بتروح بشغلك او ايا كان حاجتك برضو، ان شاء الله ربنا معاك، انا عملت الفيديو علشان باقي الناس، لو انت بتتحرك جوا محافظه ما تلعبش في النمر، حتى لو كانت عربيه او مستكل او اي حاجه شغل مخك تقول عشان الادار ما يرقطنيش وتروح مزود لك حاجه في النمره او تلعب فيه او تقشري او تطمسها تحط عليها فميه الكلام ده كله او تتنيها لتحت كانه مخبوطه، الكلام ده كله ما عندهمش اعذار، اي لعب جوا النمري مش هيسمعك اصلا، هياخدك انت والعربي، وان شاء الله ربنا يسترها على الجميع، امشي عدل يحتار عدوك فيك، ده اللي انا عارفه، وانا شايف القرار ده الصراحه مصلحه الناس، طول ما الحاجه عليها نمري انت بالنمره بتاعت العربيه او المستكل تجيبه هو وناسه لو عمل معك اي حاجه، النمره ما تجيبك انت معروفه خلاص، لكن من غير نمر في تحرش وفي سرقي وفي نصب وفي ضرب وفي حاجات كتير تتعمل بالمستكل اللي ما يجري دي، يخطف تلفون من يدك ويجري، انت راجل تاكل بيه ايش في حرامي بتستخدم، صح ولا لا؟ لكن لو عليها نمري تروح تعمل بلاغه يجيبوا لك في ثواني، لكن لو ما فيش قيضت القضيه ضد مجهول وخلاص خلصنا، ضاع حقك يا حاج، ضاع حقك، بس ان شاء الله ربنا يستر على الجميع.